عموما خلينا نطلع نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب اللي هي بتعبر أو هي تعبير عن طبيعة النادي الأهلي، إنه مش مجرد فريق كورة ولا مؤسسة رياضية فقط. الأهلي كيان عنده رسالته المجتمعية، عشان كده بيعمل في هذا الأمر على مساعدة مؤسسات الدولة الوطنية. خلينا نطلع نشوف ماذا قال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب في هذا المؤتمر، ونرجع مرة أخرى. في البداية بنرحب بسيادة السفير لويس دوماس السفير الكندي في جمهورية مصر العربية. بنرحب بالدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر. بنرحب بكل الأخوة الحضور وبالسادة الإعلاميين. الحقيقة قبل ما أتكلم على تفاصيل مؤتمر النهاردة، وبمناسبة كمان إنه هو يعني انتهاء الموسم الرياضي اللي فات، نقطة مهمة جدا عايز أتكلم فيها وأهنئ كل جماهير وأعضاء النادي الأهلي على هذا الموسم الناجح. الحقيقة ناجح بكل المقاييس وعلى كل المستويات. حققنا الحمد لله رب العالمين تقريبا كل ما يتمناه جماهير ومحبي النادي الأهلي. طبعا دي نعمة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى، بنحمد ربنا عليها، وإن شاء الله نعمة ويحفظها دائما، نعمة تكون لينا ويحفظها دائما من الزوال بإذن الله. وبس كمان مش على المستوى الرياضي وتحقيق بطولات محلية وقارية، لا بس، لكن كمان على كل المستويات اللي بيرعاها النادي، وكمان المستويات الإنشائية. أعتقد برضه الموسم دوت شاف منشأ كبير جدا جدا، منشأ يتشرف به كل أهلاوي وأعتقد كل إنسان مصري، اللي هو فرع جديد للنادي الأهلي، فرع التجمع. الموسم ده والنتائج اللي اتحققت فيه بيحملنا احنا وبيحمل ولادنا الرياضيين وكل العاملين في النادي الأهلي مسؤولية مضاعفة ومسؤولية كبيرة جدا. كل مدرب، كل لاعب، كل مسؤول في النادي الأهلي، كل إداري، كل من له دور مسؤولية مضاعفة في اللي جاي. اللي فات ده خلاص، فات ده بقى تاريخ اتكتب في تاريخ النادي الأهلي، لكن اللي جاي هو التحدي الآخر اللي جاي. عشان كده المسؤولية بقى مضاعفة، عشان بإذن الله هنحاول بقدر الإمكان وبجهد وبإخلاص الناس كلها وجماهير الأهلي قبل كل الناس في الحفاظ على ما تحقق في من بطولات. واحنا طبعا عارفين كمان جمهور النادي الاهلي مش بيقبل اي حاجه غير المركز الاول. عشان كده كل واحد فينا داخل منظومه النادي لازم نقفل الصفحه دي ونبدا باذن الله نستعد للموسم الجديد بمنتهى القوه والتركيز، لاننا الحقيقه علينا مسؤوليات كبيره جدا تجاه من وثقوا فينا. دي مسؤوليه كبيره، المفروض ان احنا نكون على قدر هذه المسؤوليه. نرجع بقى لمؤتمرنا النهارده. الحقيقه موضوع المؤتمر بيعكس يعني نهج جديد، وبيعكس نهج اللي احنا ماشيين فيه او ماشيين بيه او ماشيين عليه. احنا تملي بنقول وبناكد، وده واقع يا جماعه، إنه النادي الأهلي مش مجرد نادي رياضي. النادي الأهلي كيان مؤسسي كبير جدا بيخدم بلده، مش في الرياضة بس، لا، بيقدم خدمات تانية في مجالات عديدة، وعندنا رسالة مجتمعية حريصين عليها. من خلال الرسالة دي بنحاول نساعد أو نكون جنب الدولة ونساعد الدولة ونخفف العبء على مؤسساتها. النهارده احنا بنوقع عقد شراكه مع الجامعات الكنديه في مصر عشان تصبح الشريك التعليمي الحصري للنادي الاهلي لمده عامين ان شاء الله. شراكه احنا سعداء بيها طبعا. الجامعات الكنديه جامعات كبيره جدا وليها تاريخ مشرف جدا وفي المجال التعليمي، وان شاء الله بالتعاون معانا
يعني تساهم في العمليه التعليميه بشكل باذن الله شكل افضل. احنا عايزين ممارسه الرياضه يكون متلازم مع الناحيه التعليميه، لان الطفل او الشاب اللي بيمارس رياضه اكيد ده بينعكس عليه في التعليم. في نفس الوقت مش عايزين رياضه من غير تعليم، الاثنين بيكملوا بعض. بالتاكيد هيكون في مزايا من هذه الشراكه للنادي وكمان لاعضاء النادي ومحبيه، وممكن مستقبلا يعني في تفكير كمان ازاي لجماهير النادي زي المنح التعليميه والخصومات الماليه للطلبه اللي بتدرس وبرامج الدراسات التعليميه ومزايا تانيه كتير. لكن حاليا العقد اللي بيتوقع لاعضاء النادي ولاعيب النادي، اما موضوع الجمهور فهم لسه بيقدموا تصور وفكره، ان شاء الله لما يقدموها باذن الله ندرسها ونعلنها للناس ان شاء الله. انا مش عايز اتكلم كتير عن تفاصيل التعاون اللي بيننا وبين الجامعات الكنديه، لان اكيد طبعا اللي هيكلم افضل مني واوقع مني دكتور مجدي القاضي، هو اللي ممكن يشرح ويوضح لحضراتكم كل حاجه بعد كده ان شاء الله في كلمته باذن الله. يا جماعه احنا مش عايزين ننسى كمان الدور المميز اللي قامت بيه الشركه المتحده. الحقيقه الشركه المتحده هي شريك لينا في كل الرعايات بتاعتنا، اللي يعني هي رتبت هذه الرعايه وهذه الشراكه المثمره من كافه الجوانب. انا بشكر الاخوه في الشركه المتحده على المجهود اللي بيقوموا بيه. مره ثانيه بنرحب بالسيد السفير لويس توماس في النادي الاهلي ونشكره على الحضور، لان يعني حضوره فعلا يعني تكريم وتشريف لمشروعنا النهارده او رعايتنا النهارده او حق الرعايه اللي احنا بنديه، ومشاركته في هذا المؤتمر اللي بياكد برضه على علاقات طيبه جدا جدا بين دولتين كبيرتين مصر وكندا. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحقيقه كلمه محترمه من رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب.